جورج والسوف برجه الجديد سيهتم بصحته مجدداً بعد بروز متاعب إلى علاقة بالكبد أو الجهاز البولي. قد تحصل معه بين الربيع والصيف مشاكل بتنعكس سلبياً على تقنية صوته، وهذا ما بيدفعه إلى السفر للعلاج. إنتاجه الفني قليل، وسيسعى لحفلات عربية ترفع من اسمه الفني يلي تراجع مراراً مع تراجع صحته وصوته. سيركز أكثر على الحفلات الخاصة بقصور الأمراء ليزيد من مدخوله، أما الحفلات العامة فهي قليلة بسبب خلافه مع مدير أعماله. عنده أحزان عائلية ومشاكل مع أولاده وزوجته الأولى والزوجة القطرية الثانية اللي رح تطلب الطلاق منه. عنده مشاكل قانونية مع جهات إعلامية أو بتتعاطى الإنتاج الفني، وبيكون هو المنتصر. سيصير جورج والسوف أكثر زوداً في الحياة ومباهجها، وسيتجه إلى الصلاة والعبادة وتخفيف الظهور بالمجتمع والإعلام. فتاة عربية تحاول الإيقاع فيه بحبها لغايات شخصية. وهون بحب وضح شغلة، إنه أنا من عدة سنوات الفلكي العربي الوحيد يلي توقع إنه جورج والسوف رح يرجع للغناء مجدداً.